تناسينا عمدا او عن غير عمد موقف الاتحاد الاوروبي، هل الاتحاد الاوروبي موافق على هذه المسوده؟ سينظرها اواخر الشهر، هل ليست لديه اي معضله يعني؟ عموما هي تخدم مصالح الأوروبيين، لأن بريطانيا ستظل تدفع رسوما البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، السوق الأوروبية، وستنضبط لقواعد الاتحاد الأوروبي حتى على المستوى الجمركي، والأكثر من ذلك لن يكون لديها حقوق خاصة في التصويت، ويمكن تمديد فترة المرحلة الانتقالية إلى سنة إضافية، يعني أن الخروج الفعلي سيكون بعد 3 سنوات. لكن ما لا يقال هو أن مشاكل البريطانيين وحتى الأوروبيين هي مشاكل على مستويين، هناك مشاكل سياسية داخلية، فشل الحكومات المحلية على تدبير الشأن المحلي، وهو ما أدى إلى ظهور اليمين المتطرف الذي يدعو إلى الاستقلال عن الاتحاد الأوروبي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك تهرب من المسؤولية، البريطانيون في ذمتهم الكثير من يعني ما يسمى طيب الأتعاب التي يجب أن تستردها بروكسل، ويجب أن تدفع لأنها حق للمواطن الأوروبي. والأكثر من ذلك، حذرت الأمم المتحدة في تقرير جديد من ارتفاع نسبة الفقر في بريطانيا، طيب وهناك مخاوف أن سوء تدبير ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي سيزيد من تأزم الوضع طيب الاجتماعي في بريطانيا.